الغداء عند البيت. ها شايفين الحمد لله رب العالمين وضعت البيض، شايفين البيض، ما بدنا نزعجها اكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي عن أهمية سعف النخيل، سعف النخيل لطيور الروز والفيشر، وكيف نقدمه لها لحتى تكون ببناء عشها. طبعا اول شيء سعف النخيل بتقوم بجلبه عن اي شجرة نخيل زي هيك، شايفين كيف هاي انا بقدمه بهاي الطريقة، بحطه عند الطيور وهي بتكون بقطف الورق بالسعف وبتقوم ببناء عشها. هاي طريقة انها تكون بقطفه لحالها، تحطه عندها زي ما هو زي هيك، اوريكم كيف زي هيك شايفين، يعني بتجيبه زي هيك وبتحطه مثل ما هو عندها، وهي بتكون بقطفه وبتحطه في العش وبتكون ببناء عشها لحالها. وفي طريقة ثانية، الطريقة الثانية انك تقوم انت بشو اسمه بقطفهن، بتقطفهن بهاي الطريقة شايف كيف، وبتحطهن جوات العش، بوريكم كيف، يعني بتقطفهن زي هيك مثلا زي هيك تقطفهن وبتحطهن جوات العش، وهو الطير لحاله سبحان الله بيقوم بترتيب عادة ترتيب العش. مثلا هذا العش نفتحه مثلا، طبعا هاي كمية قليلة عشان المثال، انا عشان اضرب لكم مثال، بس انا بحطه مثل هيك، هو الطير سبحان الله بفوت على العش وبكسمهن وبرتب بيته بشكل الهندس، يعني انا حطيتهم بهذا الشكل. كمان كم من يوم بوريكم كيف راح يصير الشكل. طبعا انا ما حطيت كمية، بقدر احط كمية، انا راح احط لهم عندهم، تقدر هذول الطريقتين، اما بتحط لهم سعف النخل على الارض، شوف كيف انا حاطط لهم يعني مخلصاته منتهي من عندهم، راح احط لهم كمان كمية عشان نجهز عشوشهن. تقريبا انتهى من تجهيز العشوش ان شاء الله. وهاي طريقة، الطريقة الثانية انه نحط جوات العش، نقسمهن احنا ونحط جوات العش وهن بكونن بترتيبه. طبعا شو الفايدة من سعف النخل؟ سعف النخل بحفز طيور الروز والفيشر على وضع البيض، خلاص سبحان الله غريزة موجودة فيه انه سعف النخل بعد دراسة يعني، وشافوا شو اللي بخليه، شو الأدوات التعشيش اللي بتخليه يتحفزوا على التعشيش، لقوا إنه سعف النخل أفضل مواد تعشيش لطيور الروز والفيشر. في ناس بتحط لهم نشارة خشب خشني، وفي ناس ما بتحط إشي، بس أفضل إشي إنه تحط سعف النخل. أنا راح أوريكم كيف طيور الروز لافة، كيف لافة عشوشها. بسم الله الرحمن الرحيم، راح نفتح هذا العش راح نشوف. طبعا انا جهزت هين جديد، المفروض ان شاء الله انهن وضعات البيض. بسم الله الرحمن الرحيم، حورجيكم كيف بتلف الانثى، شايفين سبحان الله، نشوف اذا عند البيض. شايفين الحمد لله رب العالمين وضعت البيض، شايفين البيض، ما بدنا نزعجها اكثر. نرجعها كذلك باقي الاعشاش، شايفين كيف سبحان الله كيف بتلف عشها. هاي كمان وضع بيض، بسم الله ما شاء الله، شايفين كيف هاي البيض مبين من هون،
بسم الله ما شاء الله. ما بدنا نزعج الطيور. عرفنا هون انه سعف النخل مادة للتعشيش بتساعد الاناث او بتحفزها على وضع البيض. طرق وضعها، اما بتحطها مثل ما هي وهي بتكون بتقسيمها بتحطها داخل عش، واذا انت بدك تريحها بتقسمها انت وبتحطها جوات العش وهي بتكون بترتيبها. وكثير مهم تحط سعف النخل، انا بالنسبة لي اشي ضروري للتجهيز للموسم. طبعا راح نوريكم العشاش الثانية، في عندي طيور روز وطيور فشار. طبعا هون طيور الروز، طيور الروز اللون الاخضر، هناك اللون الاصفر والازرق. طبعا هون برضو انا حطيت جوات العش، راح نشوف اذا بنن العش ولا لا، راح نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هون بسم الله ما شاء الله، شايفين طريق العاملين فين العش، وهاي تحتين في بيض بسم الله ما شاء الله. شوف عش ثاني، هذا العش مش مساويينه، يعني انا حطيت لهم فيه بس ما ساوينه. شوف عش ثاني، هذا برضه مساوياته. شوف هذا العش، هاي بتجهز لوضع البيض ان شاء الله. نشوف طيور الفيشر، طبعا انت بتقدر تحط مواد تعشيش ثانية لطيور الفيشر والروز، تقدر تحط ورق كرتون اي اشي كاش، وفي نشارة، تقدر اي شيء راح تبيض ان شاء الله وراح تحط البيض. لكن سعف النخل، هاي الطيور بتحب سعف النخل كثير سبحان الله، وبحفزها كثير على وضع البيض. طبعا طيور الفيشر طيور شرسة جدا، شوف كيف ما طلعت العيش، طيور شرسة كثير. طبعا راح نشوف اذا لفات العش، طبعا انا حطيت لهم سعف نخل وهن كانوا بلف العش، راح اشوف اذا لفن العش ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين الطريقة اللي بتلف فيه العش سبحان الله. يعني بتجهز لما تشوف العش، بعدين سعف النخل أخرى له ميزة، لما تشوف الأنثى بلشت تحط سعف النخل بالعش وبلشت تلف فيه، اعرف إنه قربت تحط البيض إن شاء الله. شوف عش ثاني، يعني هاي من ميزات سعف النخل كمان، شايفين؟ ما حط البيض لسه ان شاء الله عن قريب. هيك اخواني بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، حكينا عن سعف النخل عن شو اهميته، انه بحفز الطيور على وضع البيض، وكمان غير هيك بخلينا نعرف اذا الانثى بدها تحط البيض ولا لا، انها جاهزة لوضع البيض، لانها لما تكون بوضعه اذا سعف النخل داخل العش بتدل انه راح ان شاء الله تحط البيض. وطرق تقديمه، اما بتحط سعف النخل مثل ما هو والطير بكون بتقسيمه ووضعه داخل العش وترتيب العش بطريقة هندسية، او بتكون انت بقطف الورق بالسعف ووضعه داخل العش والطيور راح تكون بترتيبه ان شاء الله. هون اخواني بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكون استفدتوا من الفيديو، لا تنسوا الاشتراك وضع لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.